يقول هل تغسل الرجلين في الوضوء باليد اليمنى أم اليسرى؟ باليمنى، الغسل يكون باليد اليمنى، إلا النجاسة، النجاسة والأوساخ هذه تزال باليد اليسرى. ما حكم إسبال اليدين؟ وإذا استعمل اليدين في غسل الوجه، استعمل اليدين في غسل الوجه وفي غسل الذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لا بس استعمل اليدين كليهما.